مشاهدي بلقيس اينما كنتم، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. بعد غد يحل علينا رمضان، وللاسف يتزامن حلوله هذا العام مع تدهور ملموس وملحوظ في مختلف مناحي الحياه، سيما في الجانب الصحي الذي يشهد كارثه انسانيه حقيقيه. فلا يمر يوم بل ساعه الا ويتم تسجيل حالات اصابه ووفاه بسبب انتشار وباء الكوليرا، فضلا عن ذلك التداعيات التي جرها الانقلاب على الوطن والشعب، ومن ذلك حالة الغلاء التي ترافق ظهور مئات الأسواق السوداء بسبب الاستثمار السيء لاحتياجات الشعب من محروقات ومواد غذائية ونحوها. نناقش اليوم الدور الذي يفترض أن تقوم به الحكومة الشرعية تجاه مواطنيها في ظل حالة الحرب واستشراء الوباء الذي يحصد كل يوم ضحايا جدد يضافون لضحايا الحرب. وسنتحدث مع جمهور المتصلين عن كيفية مواجهة المواطنين لهذا الوضع المتأزم وما طبيعة المعاناة التي يعيشها المواطن العادي. قبل البدء نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل وديع عطاء عن هذا الموضوع. فيما الوباء يجتاح اليمن في مختلف الاتجاهات عابرا للنقاط والمنافذ دون تمييز بين المناطق التي هي تحت سلطة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيا، يستقبل الناس رمضان الثالث في ظل الحرب التي يدفع البسطاء والفقراء ثمنها الأبهض وكلفتها الأفدح. نهزت وفيات الكوليرا 360 ضحية، بينما المستشفيات تتكدس بآلاف المصابين، وعداد القتل لا يزال يحصد الأرواح في مختلف الجبهات، وبالتزامن يستفحل فساد الميليشيا وتتسع فجوة الفقر. لا يبالي الانقلابيون بمن يموتون بالوباء، كما لا تعنيهم صور ضحايا قذائفهم، وبالتوازي يتاجرون بمعاناة الضحايا في بورصة الابتزاز السياسي. في هذه الأثناء يتهيأ الناس لاستقبال رمضان، بينما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وتتضاعف معاناة نحو 3 ملايين نازح، وما من بيت إلا وفيه وجع ومعاناة. بالمقابل يتساءل المواطن البسيط، أين تقف الحكومة الشرعية من خارطة هموم الشعب؟ وما الواجب الذي ينبغي أن تطلع به على الأقل للتخفيف من أعباء الحرب وتبعات الانقلاب؟ فما عساه المواطن المغلوب أن يفعل لمواجهة الحرب والغلاء والوباء؟ إذا تابعنا هذا التقرير عن موضوع هذه الحلقة، بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم معنا من خلال قنوات التواصل المعروفة، سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال التعليق في صفحة القناة على الفيسبوك، وأيضا من خلال خدمة الواتساب والتواصل عبر خدمة الإيمو أيضا. بسرعة كبيرة إذا تستشري الكوليرا، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الضحايا يناهزون 400 حالة وفاة، بينما الإصابة تقارب 39,000 حالة اشتباه، ثلثها تقريبا أكيدة الإصابة بالكوليرا. وضع مؤسف يضاعف من مخاوف المواطنين الذي يعاني أزيد من 80% منهم وضع الحاجة للإغاثة. فما الذي يمكن أن يفعله الفقراء البسطاء لمواجهة الوباء بينما لا يملكون قيمة أبسط المهدئات؟ لدينا اتصال أول في هذه الحلقة، الأخ أمجد صباح. أهلا بك أخ أمجد. أهلا وسهلا أستاذي. أخ أمجد، حدثنا بداية عن أهم الأولويات الخدمية التي يحتاجها الناس في حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي جميع مدينة بلقيس. أما بالنسبة للخدمات التي يحتاجها المواطن في وادي حضرموت، هي أولها الكهرباء. فأصبحت الكهرباء وانقطاعها مثل العادات والتقاليد بحسب المواطنين المتحدثين في وادي حضرموت. فكل عام بداية شهر رمضان تبدأ الكهرباء بالتردي والانقطاع، وتستمر في الانقطاع مثل ما هو حاصل اليوم ويوم الأمس 13 ساعة متواصلة. أما بالنسبة للخدمات الثانية فهي تردي خدمات الأمن. فوادي حضرموت يشهد منذ سنين طويلة عمليات اغتيالات واضحة وشاهدة للأعيان، وتقف السلطات الأمنية عاجزة عن محددي ومنفذي تلك العمليات. أما بالنسبة للخدمات الصحية فوادي حضرموت يشهد نوعا ما استقرار في الحالة الصحية، ولم تسجل لحد الآن أي حالات مصاحبة أو أمراض الكوليرا، رغم أن مدينة سيئون هذه الأيام تشهد ازدحام و
عدد ومسافرة عدد من المواطنين من محافظات الجمهورية ككل، وتعتبر الآن مدينة سيون محطة ترانزيت للمسافرين، بكون أن مسار سيون هو المسار الأفضل والوحيد العامل الآن بالجمهورية اليمنية. نعود مرة أخرى لموضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء من ناحية الوعود الحكومية ووعود محافظة حضرموت، وعد في الأشهر الماضية بعدم انقطاع الكهرباء في مدن وادي حضرموت، لكن هناك يقف كثير ريال واحد من المشر. لهذا المواطنون يحلون في حضرموت ككامل الحكومة الشرعية بتردي خدمة الكهرباء. خدمة الكهرباء الآن بمحافظة حضرموت ككل تشهد انقطاعات متواصلة حدود 14 ساعة. طيب شكرا لك أمجد، وهناك تقطع في الصوت. شكرا لك أمجد صبيح من حضرموت. اتصال آخر، شيماء. شيماء عبد الحميد، أهلا بك شيماء. أيوة معكم. شيماء من حضرموت أيضا. شيماء، إذا عديد من الاحتياجات والأولويات هي في سلم اهتمام المواطن في حضرموت مع قدوم شهر رمضان المبارك، كيف تقيم أداء الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة كتجاوب مع هذه المطالب والأولويات لدى المواطن؟ حضرموت. شيماء من أي محافظة؟ من مأرب. تمام، يمكن قياس الموضوع على مأرب. بالتأكيد طبعا الوضع في مأرب يعني النزوح فيها كثير، يعني فئة اللاجئين هذه أكثر فئة تعاني في مأرب، أولا بسبب غلاء الإيجارات، يعني إيجار البيت إذا وضعت دخل الشخص هذا يعني مشكلة كبيرة جدا، ويعني قد تكلموا كثيرا السلطة المحلية ومحافظة المحافظات سلطان عادة، ومع ذلك ما فيش أي تغير، الأسعار هذه والإيجارات مرتفعة. أيضا الأسعار، قلق الأسعار في كل شيء، المواد الغذائية، الأدوية، يعني أسعار خيالية لا معقولة، استغلال يعني جشع من قبل التجار. تمام، طيب الآن مع قدوم شهر رمضان المبارك، الأسواق في مأرب كيف هي حركتها؟ ماذا عن الاستغلال من قبل التجار لمعاناة الناس؟ هل هناك دور رقابي للسلطات المعنية؟ هذا اللي يجب أن أتكلم عنه، أنه لابد ما يكون هناك لجنة مراقبة للتجار وللمؤجرين. إلى حد الآن هم طبعا هم تكلموا أنهم بيشكلوها، إلى الآن ما فيش أي نتائج لهذا لجنة المراقبة. طبعا في حركه في الاسواق، لكن مع ذلك المواطن والنازح، الشخص النازح واللي ترك مدينته وبيته وشرده، يعني كمان يكون هنا يعني يواجه ظروف اساسية، يعني مأساة ومفقر مدقع وامراض وشيء يعني شيء لا معقول. طيب هل الان لمستم اي زياده في الاسعار في مأرب مع قدوم رمضان؟ بشكل عام في مأرب الأسعار مرتفعة عن بقية المدن بشكل عام، يعني استغلالاً لقدوم النازح، استغلالاً يعني لقدوم الناس والإيجارات وهذه الأشياء. في أيضاً في ارتفاع الأسعار في رمضان، طبعاً ما فيش أي مجلب السلطة المحلية يعني مطمش الموضوع، لا أدري يعني هل تصرفوا أو يعني ما فيش نتائج أو ما تصرفوا شفتاتهم، يعني الموضوع جدا معقد. انا لابد من الحكومه الشرعيه ان تكون اكثر مرونه، خاصه في هذا الجانب، الجانب الانساني، الناس هنا بيموتوا من الجوع، يعني بيتفقدوا، يعني مش اسكان وصنعاء، لكن الناس فين فعلا في الخيام، حتى الخيام في خيام مش مهيئه للسكن البشري، ومع ذلك بيستحموا وما فيش من يسكت لهم. المنظمه الدوليه، المجتمع الدولي، الاغاثه، اللي أصير لابد من الحكومة أن تقوم بإغاثة مستعجلة جدا للأسر النازحة،
والنزول إليهم والنزول إلى الأسر المتعففة. طيب وأنت تطالبي بنزول لجان الإغاثة، يفهم من كلامك كأنه لا دور الآن للجمعيات والمنظمات المعنية بإغاثة الناس في مأرب، هل هناك أي دور يقوم به للتخفيف من معاناة الناس ووضعهم الصعب؟ هناك دور كبير يعني لا ننكر، لكن مع ذلك يعني في تهميش لبعض النازحين أو الناس الذين مش معروفين أو غير مطالبين المتعففين. فأنا اللي أطالب غزلي النزول إلى الميدان يشوفوا الناس يكلموا الناس، يعني عشان ما يكون في إغاثة في سلات غذائية توزع بالملايين، بس يعني في ناس ما بتوصلهم شيء. هذا المشكلة أنه مش كل واحد بتوصله، لابد ما يكون في لجنة تنزل إلى الميدان تشوف الناس تشوف عندهم. أيضا مثل ما قلنا غلاء الأسعار لابد أن يحكم، لابد أن يكون هناك مجلس مراقبة ويسنوا قوانين يعني زي مراقبات يتجاوز. شكرا لك شيماء من مأرب. لدينا اتصال آخر من صنعاء، الأخ عمار مرشد. عمار أهلا بك. عمار مرحبا، أهلا وسهلا ثاني. أخ عمار، مع قدوم شهر رمضان كيف الناس يستقبل رمضان في ظل حالة الانتشار الوباء للأسف الكوليرا، وأيضا ما هو معروف في الأيام العادية ما بالك في هذه الأيام وحالة الحرب واستغلال التجار لقدوم الشهر ويعني بشكل سيء لتحقيق مكاسب ربما على حساب الناس البسطاء، كيف يستقبل الناس رمضان في صنعاء؟ والله عشان أكون صادق معك يعني كل سنة بنستقبل رمضان بوجوه عبوسة أكثر من اللي قبلها. يعني كانت السنة اللي قبلها أقل شيء كان رمضان عاد الناس معاهم رواتب، تلاقي هذا الوقت بالذات يعني قبل رمضان بيوم أو يومين الشوارع مزدحمة، الناس مليانة مبسوطة بتضحك بتفرح، المطاعم مليانة وإلى آخره. هذا رمضان صراحة يعني قد الواحد بيحس بالوجع للناس اللي هي أصلا كانت تقدر تاكل وتشرب، فهذا رمضان أصبح هذا رمضان بالنسبة لهم كابوس فوق ما تتخيل. وهذا يعني للأسف تراجع كبير وشديد للجهات المختصة والحكومة اللي كان المفروض أنها تعمل دور كبير في أنها تساعد الناس، أنه ما يجي سنة من سنة إلا والوضع أحسن، إلا والأساسيات الحياة متوفرة، إلا مشكلة الكهرباء تتحل. هذا ما بيجي سنة من سنة إلا والدنيا تعتصب أكثر وأكثر للأسف. طيب كيف يتدبر الناس البسطاء أحوالهم الآن؟ وماذا عن من يريد أن يحكم ولديه سلطة يفترض؟ هل يقدم شيء للناس للتخفيف من معاناتهم أم ربما هم في موقع كما يرى الكثير أنه فقط موقع استغلال لمعاناة الناس، فتح مجال للأسواق السوداء وما إلى ذلك؟ هاي أجاوبك من نهاية السؤال حقك أنه الناس هذا أو سلطة الأمر الواقع، أي سلطة بتفكر بالحكم هذه آخر همها الناس تعيش أو تموت، يعني تاكل او تشرب، تعيش بكهرباء او لا، ما في سلطه الامر الواقع هذا اخر همها انها توفر اشياء واساسيات للشعب اللي موجود في تحت سلطتها. هي بتفكر بحرب اكبر من الحرب، انها توفر للناس المساكين والمتعففين الاساسيات الحياه، مع ان الموضوع بسيط. يعني سلطه الامر الواقع حالها بتقدر تخرج يعني مبالغ كبيره جدا من الضرائب، من المدخول اللي بتدخله من ضريبه تلقاها لحالها، ممكن انها توفر اساسيات للحياه الموجودين هنا. بس للاسف قلت لك اي فئه او جماعه او جهه بتحارب سياسيا عشان توصل للسلطه هذه حتنسى الناس هذولا. وبالنسبه للناس هذولا ما اخفيكش يعني انا اعرف بصراحه ومن نظره قريبه ان في ناس بتموت. يعني انا اتوقع الان وانا بين اكلمك في 30 الى 40 اسره موجوده الان اطفالها بيونوا داخل البيوت ما عندهمش خبز من اسبوع. واتوقع هذا الشيء، واتوقع كمان الان وانا بين اكلمك ان في ناس ماتت ونزلوها لانها ماتت من الجوع او ماتت بسبب المرض وما عندهاش الامكانيه انها تتعالج بهذا المرض. هذا الرجال المتعففة الله بيخلق لهم يعني بيوفر لهم بعض الملائكة الموجودين في البشر اللي موجودين هنا في الناس بيتعاونوا معهم، بس في الأخير قدرة إنسان أو قدرة شخص. طيب قدرة عمار كانت الجمعية الخيرية ربما عمار كانت الجمعية الخيرية وبعض النشطاء والمهتمين بشأن إنساني يقوم ربما بدور ما للتخفيف من معاناة الناس، هل ما زال هناك مجال لهذه الجمعيات للعمل في صنعاء؟ هل ما زالت هناك أي مبادرات؟ يا أستاذ سامي أكون صريح معك، لا زال موجودة المبادرات، لا زالت موجودة مع بعض الشباب والجمعيات لا زالت موجودة، لكن مقارنة بالأعوام اللي قبل أو بأعوام ما تم في استقرار الحكومة كان المجتمع المدني متفاعل بشكل كبير، اللي هو المفروض أن دوره يبدأ وقت ما الحكومة تنتهي. يعني هو كان دوره مساعد في الحكومة، الآن المجتمع المدني أصبح
مجتمع يهم الاسترزاق التنموي، يهتم بس بالاسترزاق التنموي. اغلب الجمعيات الجديده اللي بتفتح بتركز على انها توصل لها منحه مثلا 100,000 دولار، يوصل من 100,000 10,000 دولار بس للمستهدفين، 90,000 بتروح مصروفات التشغيل والى اخره. في صح في منظمات مجتمع مدني شغاله على هذه الاشياء ومبادرات، لكن نسبتهم قليله جدا، وفي منظمات ومجتمع منظمات دوليه كمان تشتغل على هذا الشيء، بس 90% شاهدت ترجع للناس اللي بيشتغلوا في المنظمات مش الفئه هذه. وهذا عائد انه ما فيش رقابه، لانه السلطات الامر الواقع معها حرب غير الحرب انها تراقب المنظمات الدوليه، غير انها تنظم عمل المجتمع المدني، يعني في كل سنه بيحصل هذا الشيء، بتقوم جمعيه تروح توزع في مؤسسه في منطقه في مربع معين من مديريه صنعاء، بتجي مؤسسه ثانيه توزع في نفس المنطقه، ليش؟ لانه ما فيش تنظيم، ما فيش ترتيب بينهم البين. بتلاقي اسر تاخذ 3 إلى 4 ثلاث اسر لا. حتى ما يصل إلى الناس كما قلت حتى عمار ما يصل للناس هو ربما الفتات، وأنت ربما أكدت معلومة لطالما تحدث بها الكثير أن المنظمات الإغاثية ربما تتاجر بمعاناة الناس وتصرف على مصاريفها ورواتب وأجور موظفيها أكثر مما يصل للناس. شكرا لك عمار مرشد من صنعاء على كل هذه المعلومات. رمضان القادم سيكون ربما هو الثالث في ظل الانقلاب، ومع استمرار سيطرة الميليشيا على المحافظات الأكثر تعداد في السكان تبقى المخاوف قائمة من اتساع دائرة المعاناة الإنسانية نظرا لعدم مبالاة الانقلابين بحياة الناس، فهم لا يعنيهم حجم الضحايا ولا تزايد أعداد الوفيات، هم فقط يريدون استغلال المعاناة كما يقول الكثير وربما اصطناعها لتحقيق مكاسب سياسية. ما زلنا بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو التفاعل مباشرة من خلال صفحة البرنامج. لدينا اتصال. أمت الله من مارب، أهلا أمت الله. أهلا فيك أمت الله. ما هي أولويات الناس في مارب مع قدوم شهر رمضان المبارك، وماذا عن تفاعل السلطة المحلية مع هذه الأولويات للتخفيف من معاناة الناس؟ أولويات الناس، أولويات المواطن هي دائما العيش، الأولوية تظل دائما لحق العيش، الحق البسيط جدا الذي لا يطالب المواطن اليمني سوى به فقط، المأوى هي الحاجات الأساسية، المأوى والأكل والشرب والدواء، يعني لا يطالب المواطن اليمني المواطن البسيط بأكثر من هذا. أما من باب واجب الحكومة تجاه هذا المواطن، لا أقول سوى أن على الشرعية شرعنة وجودها والقيام على الأرض بما يضمن ديمومة هذه الشرعية. الشرعية لا تقوم على الهواء بالآخر، وهنا في مارب تحديدا الشرعية مسيطرة جدا، يعني ما ينفعش إنه الشرعية هذه أو الحكومة لا تقدم للمواطن ذاك القدر الذي يعطي هذا المواطن الشعور بالمواطنة بالمساواة بالحقوق بشكل كامل، تعطيه القليل القليل، أو البعض لا يتلقى أصلا، لا يتلقى أي شيء. من هذا الباب يعني يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حقيقية، إجراءات على الأرض. نحن هنا في مارب نعاني بشكل يعني لا تتصوره، كما أسلفت الأخت شيماء من قبل، الغلاء، ظاهرة الغلاء منتشرة متفشية بشكل مفجع، إلى جانب طبعا غلاء المواد الغذائية والأدوية. طبعا بد أن من إعمال دورة رقابة على التجار وعلى الأسواق وحمل أعباء الناس خصوصا في طيب الشهر. أين هي المشكلة أمة الله؟ ما الذي يمنع السلطة المحلية والحكومة الشرعية من ضبط هذا الموضوع والسيطرة عليه، موضوع الغلاء ومراعاة حالة الناس؟ طبعا أنا لا أرى مانع، لا أرى أبدا أي مانع يمنع الحكومة من القيام أو السلطة المحلية من القيام بدورها هذا، ربما هو مجرد إهمال أو تسيب أو عدم الرغبة بالقيام بواجباتها في هذا المجال تحديدا. طبعا يعني عندنا هنا كمان، أنتم في أول الحلقة فتحتم موضوع الكوليرا، تفشي الكوليرا، وشهدت محافظة مأرب أو الوفيات في هذا الداء حاليا. وبهذا الصدد يعني نحن لابد من ان احنا نتكلم على ضروره تنميه تجمعات المهمشين، الناس المهمشين هنا في مارب يعانون معاناه لا توصف، المهمشين وكذلك تجمعات المهاجرين الغير شرعيين. البيئه التي يتواجد فيها هؤلاء الناس هي بيئه جدا خصبه لنشر الاوبئه، وكذلك هؤلاء الناس لن اقول لك انهم يعانون من الغلاء كما نعاني منه نحن بقيه الاخرون، بل يعانون بشكل جدا مضاعف، يعني انك تعيش في خيمه أو خيمة بدائية، حتى مش خيمة حقيقية، يعني يعيشون في هذه الخيام في بيوت نصف في يعني وضع يرثى له، الحمامات غير موجودة، كذا
كذلك برامج التوعية. الحكومة لم تقم بأي شيء لتنمية هذه المناطق. يعني نحن الآن على أبواب شهر رمضان، ما الذي قدمته الحكومة لهؤلاء تحديدا، لهذه الفئة تحديدا؟ الحكومة لم تقدم أي شيء، أو السلطة المحلية لم تفعل أي شيء. يعني لابد أن تمد هذه السلطات يد العون للمواطن، لابد أن يكون هناك أيضا يعني عمل حقيقي، عمل لجلب المعونات وتوزيعها على الناس بشكل عادل للمستحقين. لا بد من شفافية، الشفافية التامة والمطلقة في توزيع هذه المعونات، وهذا شيء طبعا نحن نفتقر إليه بشكل جدا 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 كبير. شكرا لك يا أمة الله من مارب. عن موضوع الحلقة أيضا وصلتنا بعض المشاركات من خلال صفحتنا على الفيسبوك، نقرأ بعض منها. الأخ عمار يقول: أي حكومة ولمن مطروح السؤال؟ لمن يحكمهم الانقلابين ومن الشرعية الفاشلون؟ أخي العزيز، الشرعية وكأنها تحكم في كوكب آخر غير مكترثة بما يدور. للأسف الشديد كنا متعشمين كثيرا ونتوقع منهم تحمل مسؤوليتهم تجاه المواطن المغلوب على أمره، لكنهم خيبوا أملنا وقتلوا أحلامنا، ومفاسدهم لا تقل عن مفاسد الانقلابين، وأنت أعرف مني بذلك. تعليق آخر. الأخ أحمد يقول: واجبها أن تنزل تهنئة في التلفزيون بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك. الأخ أبو صفوان يقول: هل في حكومة؟ أيش أمارتها وكيف نعرفها؟ تعليق آخر. الأخ باسم أحداث اليوم موقع إخباري يقول: واجبها أن تميتهم جوعا. الأخ محمد علي الحيمي يقول: نايمة. أرطغرل الذئب يقول: ولا شيء. الأخ محمود يقول: واجبها أن تستحي على شرفها إن كان عندها شرف. مشاركة أخرى وأخيرة في هذا الجزء. الأخ ماجد يقول: أنا كمواطن عايش في عدن، هناك واجبات كثيرة منتظرينها من الحكومة. أولها الكهرباء، هي أهم ملف يناقش وضروري من حل هذه المشكلة، أما باقي الواجبات مقتدر الصبر عليها. إذن يشكل الغلاء كابوس إضافي يزداد ضرورة ومع حلول شهر رمضان، فلا يبالي للأسف التجار الجشعون بمعاناة الناس. تفيد المعلومات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت أكثر من 75%، بينما تضاعفت كلفة المواصلات العامة ل 100%. غلاء ووباء وحرب مستمرة، والمواطن المسكين المغلوب على أمره يجد نفسه وحيدا لمواجهة كل هذه الكوارث. لدينا اتصال. الأخ محمد، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بك أخي العزيز سامي. محمد من أي محافظة؟ أنا من صنعاء ومقيم حاليا في القاهرة. طيب أخ محمد، أكيد لك تواصل في الداخل مع الأهل والأصدقاء، كيف وفق ما يصلك كيف هو استعداد الناس لاستقبال رمضان؟ كيف سيستقبلونه مع موجة الغلاء وأيضا انتشار الوباء؟ تحدث عن الكوليرا. أنا يعني بالنسبة للتواصل بالأهل والأصدقاء في البلاد، التواصل هو دائما وبشكل يومي، ويعني في موضوع رمضان والغلاء بالتحديد الكثير يشكي ويعاني من الغلاء. الغلاء ليس فقط يعني على رمضان، وإنما احتياجات رمضان بتكون بالنسبة للمواطن اليمني الذي يفرح ويستقبل شهر رمضان الذي بيكون فيه غير كل الأشهر السنة. رمضان فيه المواطن اليمني بيكون فيه من الكرم والتعاون في عن بقية الأشهر بالتحديد، بخلاف عن الأشهر الأخرى. بس هذه السنة يعني بالنسبة للغلاء وبنسبة عدم توفير الرواتب، عدم يعني توفير الاحتياجات، رمضان هذا السنة يعني أعتبره أنه مثل باقي الشهور. شكرا لك أخ محمد، كنت معنا من جدة. عن دور الحكومة وما يفترض أن تقوم به للتخفيف من معاناة المواطنين، وصلتنا بعض المشاركات المصورة من حضرموت، نشاهد. طبعا دور الحكومة تجاه المواطن يجب أن يكون دور إيجابي متعلق بتوفير الخدمات الأساسية. اليوم نرى طبعا المواطن يشكو من هذه الحكومة، يشكو من التقصير الذي موجود طبعا من هذه الحكومة. على سبيل المثال الكهرباء مثلا في عدن، وأيضا تحول
أيضا الانطفاءات الغير متكررة أو شبه متكررة إلى مدينة المكلا والوادي. هذا ما يجعل أنها الحكومة غير قادرة على إدارة الوضع داخل المحافظات المحررة. يجب أن يكون دورها فعلي تجاه المواطن. بما أننا على مشارف هذا الشهر العظيم، فيجب على الحكومة السعي والإسراع إلى إصلاح الكهرباء. فنحن بحاجة ماسة لها، حيث أن الكهرباء تنقطع في اليوم إلى 3 إلى 4 مرات. فكيف يستطيع الناس الصوم في الصيف، في هذا الصيف الحار والنهار الطويل؟ فالمواطنين لا يريدون سواء أشياء بسيطة من السلطة أو من الحكومة، يعني يريدوا أن يوفروها لنا. والحكومة هي المسؤولة عن كل ما يحدث لشعبها، وكل رئيس مسؤول عن رعيته، ومن واجب الحكومة توفير اللازم للمواطنين. إذا تابعنا هذه المشاركات المصورة من حضرموت عن أولويات الناس ومطالبهم من الحكومة مع قدوم شهر رمضان المبارك. لدينا اتصال من جدة، الأخ محمد. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا أخ محمد، تعليقك حول موضوع هذه الحلقة، دور الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين مع قدوم شهر رمضان. دور الحكومة، يعني حقيقة الناس بعد أن يأشوا من الانقلاب ومن الانقلابيين ومن الميليشيات، الناس لا يعولون إلا على الحكومة الشرعية، ولكن يبدو الحكومة حقيقة خذلت الناس جميعا، حتى في المناطق المحررة للأسف الشديد. الناس اليوم يستقبلون شهر رمضان المبارك في كثير من الآلام والمشاقات والعوائق. الناس اليوم لا يجدون أخي الحبيب ما يأكلون، فضلا عن إيجاد الرواتب، عن حقيقة الوضع مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. ومن خلال قناة بلقيس الحديثة، نتمنى من الحكومة الشرعية أن تلتفت إلى مواطنيها، إلى أبناء الجمهورية اليمنية، إلى القاطنين في اليمن، إلى أكثر من 30 مليون لا يؤملون إلا على هذه الحكومة. أما كما قلت، على الناس لا يؤملون على الميليشيات، بعد أن الميليشيات يعني أخذت نهبت المساعدات، بعد أن نهبت البنك المركزي والاحتياطي النقدي، بعد أن تأخذ العداوات من الناس والأشياء من الناس، من التجار الصغار ومن كل شيء، الناس ينظرون ويؤملون فقط يعني خير من هذه الحكومة، ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. ولكن للأسف الشديد لم يجدوا أي تجاوب أمامهم. ما أدري لماذا الصمت، حقيقة هناك صمت مريد من قبل الحكومة الشرعية. وهذا هو السؤال الذي نبحث له عن إجابة، يعني حتى في المناطق المحررة معاناة الناس هناك مرتفعة. كانت لدينا اتصالات من مأرب يتحدثوا عن غلاء فاحش ربما ولا تحرك من قبل السلطات المحلية. شكرا لك أخ محمد. لدينا اتصال آخر من الأخ بسيم من الحديدة. أهلا أخ بسيم. مرحبا أخي، مساء الخير. تحياتنا لك أخ بسيم. في الحديدة، أولوية الناس ما هي مع قدوم شهر رمضان المبارك؟ نعم أخي، إذا تحدثنا عن كل المعاناة في جميع محافظات اليمن، ووضعناها في كفة، وما تعانيه محافظة الحديدة في كفة أخرى، لرجحت معاناة محافظة الحديدة عن كافة محافظات الجمهورية. للأسف الحديدة تعيش اليوم ومنذ 2.5 عامين مأساة إنسانية في كل نواحي الحياة، لا كهرباء، لا ماء، لا رواتب، أوبئة منتشرة، مرورا بحمى الضنك، انتهاء بالكوليرا، فقر، جوع، بطالة، نهب للثروات. يعني هناك يعني معاناة إنسانية لا توصف. اليوم هناك يعني المواطنين يستقبلون شهر رمضان يعني في أسوأ اعوام حياتهم، قطع الرواتب، خذلان يعني من الحكومه الشرعيه، وتجاهل ولصوصيه من حكومه الامر الواقع. وللاسف حال المواطن اليوم في الحديده لا يلتفت اليه اي مسؤول، لا من سلطه امر الواقع ولا من سلطات الحكومه الشرعيه. طبعا اذا تحدثنا عن يعني واجبات الحكومه الشرعيه، للاسف واجب يعني الحكومه الشرعيه لم تقم يعني باي واجب انساني حقيقي على ارض الواقع خلال يعني طيل فتره الحظر، سواء لا التزام بصرف الرواتب وفق التوجيهات التي يعني ظهرت خلال منذ يناير حتى اليوم
بفرض رواتب المعلمين وبعض الإدارات وبعض وفق الكشوفات التي أرسلت إلى عدن. وأيضا الجانب الإنساني والإغاثي أيضا كان هناك تقابل كبير من خلال إلزام المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني بأن توفر احتياجات المواطنين وتغيثهم في ما هم عليه من معاناة طيلة الفترة الماضية. موضوع الكهرباء أيضا جزء من هذه المشكلة. يعني ما المانع إن كانت الحكومة الشرعية أن تلتزم بأن يعني تدعم قطاع الكهرباء في محافظة جديدة بالمشتقات النفطية من خلال هذه المنظمات العاملة؟ يعني إذا كانت اليوم الحكومة الشرعية يعني والتحالف ينادون بأن يتسلم المحافظة إلى جهة أممية، ما المانع إن كان هناك بعض القطاعات الخدمية داخل المحافظة تتسلم إلى مثلا إلى جهة من جهات الأمم المتحدة العاملة في المحافظة وتقوم بتشغيل تلك الخدمات ويستفيد منها طيب المواطنين؟ بس ما الذي يعني يضمن ما الذي يضمن إذا يعني قام التحالف والحكومة الشرعية بتوفير الوقود؟ ربما أن تصل ما سيوفره التحالف والحكومة الشرعية للمستفيدين. هناك كان حديث ربما في الحديدة تحديدا عن أن بعض التجار وفروا ربما مولدات كهرباء لكن لم يستفيد المواطنين من هذه الخدمة التي قدمت من قبل التجار كدعم لأبناء الحديدة. يا أخي العزيز يعني كم سيكون دعم التجار هؤلاء؟ نعم تجار محافظة جديدة كثير منهم لم يقصر في دعم المحافظة. فعلا تم الدعم لكن هناك تم استغلال ربما من قبل الميليشيا وصدرت هذه المساعدة. يا أخي العزيز نحن نقول إن كان هناك ولو أنه هناك استغلال ولم يكن يعني شيء ظاهر للأمانة في هذا الجانب خاصة في موضوع الإغاثة والإنساني. يعني لما لو تسلم هذه المعونات مثلا المازوت لا يباع في السوق السوداء يا اخي، المازوت هذا يستخدم لتوليد المحطات البخاريه، لا يستطيع الحوثيين استغلاله وبيعه في السوق السوداء، لما لا يسلم لمنظمه من المنظمات الاغاثيه وتقوم الحكومه الشرعيه بالتكفل به بشرائه وتوريده الى المحافظه حتى يتم تشغيل محطه راس كتيبه البخاريه وتولد المحافظه يعني من 50 او 60 ميجا هي محطه بخاريه تحتاج الى كميه مازوت كبيره جدا. هذا جزء. الجزء الاخر يعني هناك كثير من المنظمات العامله في المجال الانساني بفريده للاسف كانت يعني تعمل يعني بعيد عن عين او رقابه الحكومه الشرعيه، والحكومه الشرعيه لم يعني تقوم بدورها في متابعه هذه المنظمات بان يعني يتم ارفاد المحافظه بكثير من المعونات الغذائيه سواء على مستوى الجانب الطبي على مستوى الجانب الغذائي على مستوى الجانب الخدمي، ولكن للاسف يعني هناك قصور كبير جدا في يعني من المراكز او من المنظمات الاغاثيه في ان تقوم بدورها داخل المحافظه، وكثير يعني من المرافق الصحيه يعني تعتمد بالدرجه الاساسيه على هذه المعونات. فاليوم الوباء يعني انتشر بشكل كبير ليس فقط على مستوى محافظه الجديده، محافظه الجديده تستقبل المرضى الوباء من الحجه ومن ريمه ومن المحويه ومن الارياف المحيطه بالمحافظه في 26 مديريه. كلها تطب في مركز المحافظة في مدينة الحديدة، والمراكز التي أنشأت والتي يعني لاستقبال هذه الحالات يعني لم تعد تستوعب تلك الأعداد الكبيرة جدا. فالمحافظة تحتاج إلى إغاثة طبية، لإغاثة غذائية، لإغاثة خدمية في جانب توفير مشتقات توليد الكهرباء. اليوم الماء مقطوع لمدة أكثر يعني من شهرين أو ثلاثة أشهر. هناك للاسف نحن كلنا نعلم ما تقوم به الميليشيات في داخل المدينه من استغلال ونعمل الثروات، هذا شيء ظاهر، ولكن لابد ان تقوم الحكومه الشرعيه باعتبار ان هذه المحافظه وابنائها هم جزء من الشعب اليمني من خلال توصيل المعونات عبر مؤسسات دوليه ومنظمات اغاثيه دوليه والزامهم بان يتم الحفاظ على هذه المعونات وتقديمها او توصيلها للمواطنين دون استغلالها او نهبها. شكرا لك بسيم الجناني من الحديده. في ظل الوضع المتردي والمستمر في التدهور يتساءل الناس عن دور الحكومة وهو تساؤل مشروع ومنطقي، ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة من خلال الوزارات المعنية واللجنة العليا للإغاثة وكذلك عبر السلطات المحلية خصوصا في المناطق المحررة للتخفيف من معاناة الناس؟ لدينا اتصال الآن مع عضو اللجنة العليا للإغاثة دكتور عبد الرقيب الحيدري. أهلا بك دكتور عبد الرقيب. مرحبا بكم. دكتور عبد الرقيب، ما الذي قدمتموه للتخفيف من معاناة الناس مع قدوم شهر رمضان المبارك؟ ما هي خططكم إذا كانت لديكم خطط؟ شكرا لك وشكرا لقناة بلقيس وشكرا لضيوفك الكرام.
بلا شك أن الحكومة الممثلة باللجنة العليا للإغاثة تسعى قدر الإمكان للتخفيف من معاناة المواطنين، وخاصة في ظل الشهر الكريم. فقد سعت الحكومة للتواصل مع المنظمات الدولية لتسهيل مرور الإغاثة التي ستأتي من قبل المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحيث تتولى الإشراف عن وصول المواد الغذائية والإغاثة الطبية للمناطق الغير محررة. كما أن المناطق المحررة سيتم إيصال الكثير من المواد الغذائية، خاصة وقع مركز الملك سلمان بالتعاون مع المنظمات المجتمع المدني والائتلافات الخيرية التي تعمل في المناطق المحررة، ولها أيضا امتداد إلى المناطق الغير محررة. وقد تم تسهيل كثير من المواد الغذائية لوصولها إلى تلك المناطق. الحكومة أيضا تسعى قدر الإمكان بالتواصل مع المبعوث الدولي لخلق هدنة في خلال شهر رمضان المبارك، لكن الميليشيات تعنتت وأبت إلا أن تجعل هذا الشهر الكريم ساحة حرب، وأن تعكر على الناس صيامهم ومزاجهم. الحكومة تسعى قدر الإمكان للتخفيف عن أبناء عدن انطفاء الكهرباء، وتبذل قصارى جهدها لإيصال الكهرباء إلى مدينة عدن، وحيث تجعل هذا الصقيع صقيع بارد في أيام شهر رمضان المبارك. هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة، وإن شاء الله تتكلل معظمها بالنجاح. طيب، ربما هي جهود على مستوى الكلام حتى الآن دكتور عبد الرقيب، كما يقول البعض، لم تصل إلى مستوى الفعل. ما الذي يمنع أن تبدأ هذه الخطط بالتنفيذ، ونحن نتحدث عن يوم ربما ويكون شهر رمضان بعد غد؟ إجراءات التنفيذ بلا شك أن هناك تحديات، هناك معوقات تحول بين القول والفعل، لكن هناك إجراءات. اليوم هناك إغاثة تصل وفي الطريق تصل إلى المناطق المحررة. الإشكالية والخلل هناك المناطق التي تخضع لسلطة الميليشيات. هذه المناطق اليوم هي التي تصعب علينا استهدافها ووصولها. كما تعلمون، خلال الأشهر الماضية والسنوات الماضية هناك العشرات بل المئات من القوافل تم احتجازها وتم بيعها، وبعضها تم صرفها لمعاونيهم. أما في المناطق المحررة هناك تسهيلات، حركة الميناء جارية. بلا شك أن الحكومة في ظل الحرب هناك معوقات، وبالتالي إن شاء الله تتجاوزها. ولا يخفى على أحد ما يحصل اليوم على في الوسط الذي يظهر للناس هناك. طيب، لكن ما رأيكم بأصوات المواطنين؟ يعني كانت في الحلقة لدينا مشاركات من مناطق محررة، تحدثوا ربما عن موجة غلاء واستغلال لظروف الناس، وأكثرهم من النازحين. أين أنتم في اللجنة العليا للإغاثة من ذلك، وما الذي يمنع ضبط الأمور أكثر لتقديم نموذج أفضل؟ السلطة المحلية في المناطق المحررة هي المعنية بأن تواجه أي موجات للغلاء، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة لابد أن تقوم بدورها في تخفيف معاناة الناس ومراقبة الأسعار وتسهيل وصول المواد الغذائية إلى المناطق المحررة والإشراف عليها. هذا الحكومة أعتقد أنها ستقوم بهذا الشيء، وإن هناك نحن في ظرف حرب، ولكن الحكومة تبذل قدر الإمكان للتخفيف من معاناة الناس. طيب دكتور عبد الرقيب، هناك إشكالية ربما يشكو منها الكثير، بأن المساعدات الإغاثية وإن دخلت إلى المحافظات هي لا تصل إلى مستحقيها، يصل الفتات إلى الناس. هناك مصاريف كثيرة ربما تصرف على العاملين على هذا الجانب الإغاثي والإنساني، كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية؟ أولا دعني أوضح أن اللجنة العليا للإغاثة هي لجنة تنسيقية،
وليست اللجنة العليا للإغاثة هي من تتبنى من تأخذ هذه المواد الإغاثية وتعمل على تسليمها للمواطنين. هناك لجان وهناك ائتلافات وهناك منظمات محلية ودولية تأتي عبر اللجنة العليا للإغاثة وتقدم عبر مركز الملك سلمان وعبر المنظمات، يتم الوثوق بهذه المنظمات. هذه المنظمات تقدم برنامج وتقدم فئة مستهدفة شريحة في كل المجالات، يتم التعاقد معها ويتم تمويلها. إن حصل هناك بعض الإشكالات تحصل نتيجة إما لعدم هذه المنظمات لم تضبط ولا أو لم تستطع الوصول لتلك الشرائح التي تعاني، أو أن هناك بعض المنظمات الدولية للأسف ما نقول وقد قلناها مرارا وتكرارا أنها لا زالت تعمل خارج نطاق العمل الإغاثي والحيادية والإنسانية. ولذلك نحن نأمل من هذه المنظمات وخاصة المنظمات الدولية أن تكون قد المسؤولية وأن تعمل قدر الإمكان على الوصول لتلك الشرائح التي هي بحاجة للكثير من النظر والكثير من الإغاثة والدعم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرقيب الحيدري عضو اللجنة العليا للإغاثة، وينضم إلينا أيضا جمال بلفقي المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. أستاذ جمال، على المستوى العملي ما هي آخر التحركات لإغاثة الناس؟ هل هناك جهود قريبة ربما للتخفيف من معاناة الناس؟ ألو أستاذ ضايع، تسمعني الآن؟ أيوة تسمعني أستاذ جمال؟ أيوة أسمعك. أستاذ جمال، بالنسبة على مستوى التنفيذ، هل بدأت الخطط في التنفيذ للتخفيف من معاناة الناس من قبلكم في اللجنة العليا للإغاثة أم ربما ما زلتم متوقفين عند التحديات؟ طبعا نشكر قناة سهيل، قناة بلقيس، عفوا نشكر قناة بلقيس على الاستضافة هذه، وإن شاء الله بحول الله وقدرته إن شاء الله. طبعا في بالنسبة للجنة العليا للإغاثة والأشياء التي تم إيصالها إلينا عن طريق مركز الملك سلمان، فهو وقع أمس في الرياض وبدأنا اليوم تدشين حوالي 230 ألف وجبة غذاء، من ضمنها 45 ألف سلة، 45 ألف وجبة غذاء يعني ساخنة للنازحين الموجودين وبعض الأسر والمستشفيات في محافظات المحررة اللي هي مارب وعدن ولحج والضالع والمناطق المجاورة كاملة. كذلك نحن استلمنا حوالي 2000 طن 20 ألف كيس قمح تم توزيعها لحوالي 12 محافظة، إلى جانب الهلال الأحمر الإماراتي قام بتوزيع حوالي 75 ألف سلة غذاء لكثير من 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 المواطنين في عدة محافظات. وطبعا في خلال الشهر الماضي من وقبل في خلال الفترة الماضية استلموا في وادي حضرموت 50 ألف سلة غذاء غذاء تم توزيعها في الوادي بشكل عام، الوادي والصحراء، وتقريبا 17500 سلة غذاء في محافظة البيضة والنازحين في منطقة مارب وحواليها. طيب شكرا جزيلا لك إذن أستاذ جمال بلفقي المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. نختم ما تبقى من وقت في هذه الحلقة مع بعض المشاركات التي وصلتنا من الجوف. هناك مآسي كبيرة يواجهها المواطن اليمني، ويريد من الحكومة أن يكون لها دور في حل مثل هذه المشاكل، وخاصة غلاء الأسعار والأوبئة المنتشرة، وخاصة مرض الكوليرا الذي بدأ أن يجتاح المدن اليمنية. لكن نقول للحكومة وعلى رأسهم ابن دغ النظر في إيش في المواطنين، أو تلاحظ أن أسعار يعني أسعار باهظة في المشتقات النفطية في كل المعيشة التي يلوح بها المواطن، أو التي تلاحظ في كل شيء مرتفع. ونحن الآن قادمون على شهر مبارك شهر رمضان، والناس يعني منهكون لا رواتب للمواطن للموظفين لا أشياء، تلاحظ أنها ستكون عبء ثقيل على المواطن. هناك قصور يشعر فيه المواطن، خاصة فيما يتعلق بشريان الحياة الأساسية وهو الراتب الذي أصبح يعني ديدان كثير من الناس يعني أو حديثهم اليوم، لأنه كثير من الأشياء تعتمد على الراتب وفي نفس الوقت أيضا.
إذن نختم هذه الحلقة من برنامج المنصة بهذه المشاركات التي وصلتنا من الجوف. كل عام وأنتم بخير، شهر مبارك، وإن شاء الله يعم الأمن والصحة والعافية على جميع مشاهدي قناة بلقيس. تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج الزميل وديع عطا، وأيضا الزملاء عمر النهمي والزميلة عليا حسين. في أمان الله.